الحواوشي فيه نوعين من الحواوشي، فيه الحواوشي الاسكندراني اللي هو بيتعمل بالعجين، وفيه الحواوشي العادي بتاعنا جدا. اهم حاجه في الحواوشي التتبيله، التتبيله اللي هي عباره عن اللحمه اللي بتتعمل من جوه. اهم حاجه اللي لو احنا عايزين نعمل الحواوشي صح وريحته تجيب اخر الدنيا، نهتم باللحمه نفسها. بنجيب اللحمه تكون سواء فيها نسبه دهون او ما فيهاش، احنا بحط لها ازاي؟ بروح جايبه مثلا كيلو اللحمه، بحط عليه ربع كيلو ليا، وتكون مفرومه او متقطعه حتت صغننه، بس يفضل ان هي تكون مفرومه عشان اللي ما بيحبش اللي او تطعيمتها تحت لسانه ما تضايقهوش، فيفضل ان احنا نفرمها مع اللحمه. بحط ايه؟ بحط ملح وفلفل اسود، بحط بهارات لحمه، بقطع فلفل، ما بحطش طماطم خالص، طماطم ما تتحطش مع الحواوشي، بدعك ده كله كده مع بعضه. ما بحطش بقى ولا كاري ولا قرفه ولا بابريكا ولا الكلام ده كله خالص، لا. عايزه تزودي التيست بتاعه ممكن احط له رشه جوز الطيب، غير كده لا. يبقى ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه ورشه جوز الطيب مع الليه واللحمه اللي بنحطها، وفلفل لو انت عايزاه يكون حامي. ممكن اخد معاه بصلايه وتكون صغيره ومبشوره علشان ما يبقاش فيه حتت باينه. وضعك ده كله كويس قوي مع بعضه، وبعد كده اروح جايبه العيش بتاعنا، اعمل خليط صغنن كده. بعمل ايه الخليط دوت؟ بيكون عباره عن معلقتين من الزيت وفص ثوم مفروم ناعم، وبتبلهم او مع بعض، بقلبهم مع بعض مع رشه بسيطه من الملح والفلفل الاسود، بدهن بيه العيش من جوه، وبعد كده بروح حاطه اللحمه. ممكن احط كمان ايه مع اللحمه؟ ممكن احط معلقه من الكربوناتو علشان ما تكشش، وممكن كمان احط معلقه صغيره من البيكنج باودر، بيخلي اللحمه بتاعتنا هشه كده وما تبقاش مكتومه وما تكشش جوه العيش. بخلط كله مع بعض، وبعد ما بغلف العيش بالزيت والثوم والملح والفلفل الاسود عشان يديني تطعيمه حلوه، ببدا ان انا ارص اللحمه، واروح ماسكه الرغيف دهناه دهنه بسيطه بره من الزيت، ويا اما بلفه في ورق زبده، يا اما بسوي في الفرن عادي كده، يا اما بسوي على الطاسه التيفال او الجريل بتاعتنا اللي على النار. علشان ما تحطيش طماطم ليه؟ علشان لو بات معاكي بتيجي تاكليه تاني يوم بتلاقي الطماطم بتبدا ان هي تطري العيش زياده وتحمض اللحمه، فبلاش نحط طماطم خالص.